كشفت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب عن زيادة الفرص التدريبية التي ستوفرها مدينة شباب 2030 في نسختها 12 لتصل إلى 2740 فرصة تدريبية في مختلف المجالات. وأشارت الوزيرة إلى أن المدينة ستطرح أكثر من 100 برنامج للشباب والناشئة، وصممت تلك البرامج بعناية واحترافية لتلبي احتياجاتهم وتنمي مهاراتهم وتهيئتهم للدخول في سوق العمل. وأكدت سعادتها التزام الوزارة بتدريب وتأهيل الشباب البحريني وتزويدهم بكل الإمكانات لإفساح المجال أمامهم لإطلاق طاقاتهم والدخول في سوق العمل، إلى جانب رفض مختلف القطاعات في الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة بالكوادر البحرينية. وأضافت الوزيرة أن زيادة عدد الفرص التدريبية للمدينة اعتمد على الدراسات التي أجريت على مخرجات مدينة الشباب خلال السنوات الماضية، وتبين من خلالها ضرورة رفع الفرص التدريبية لتتناسب مع عدد المشاركين. كما عبرت سعادتها عن فخرها بالمخرجات التي حققتها مدينة شباب 2030، والتي أسهمت في تدريب مجموعة كبيرة من الشباب البحريني منذ انطلاقة هذا المشروع. ووجهت سعادة وزيرة شؤون الشباب الدعوة إلى الشباب البحريني للمشاركة الفاعلة في المدينة باعتبارها مشروعا وضع من أجل تدريبهم وزيادة خبراتهم العملية.